المعنى واحد. وقلنا لو أن الله عز وجل وصف نفسه بمعاني لا غير معلومة عند المخلوقين لما عرفوا الله. وضربت لكم مثالا، كما لو قيل أن الله عز وجل سين صاد، إنه جيم عين، إنه فاء خاء، إنه دال راء جيم، ها ما عرفنا شيء. كما لو قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين في جنات النعيم سين فاء جيم راء خاء، هذا يمكن شيء ما يوكل، يمكن شيء لا يشرب، يمكن شيء ما هو طيب أصلا. لكن يذكر الله عز وجل أشياء في الجنة لها نظير في الدنيا. نظير في ماذا؟ في الألفاظ والمعاني. فالعسل اللفظ عين سين لام، والمعاني العسل يعني شراب أو طعام يعني حلو كذا كذا. لكن عسل الجنة مثل عسل الدنيا؟ كلا. خمر الجنة مثل خمر الدنيا؟ كلا. أزواج الجنة مثل أزواج الدنيا؟ كلا. يعني هل أزواج الجنة شيء يشرب؟ الجواب لا، لأن أزواج الدنيا لا، ما هو شيء يشرب. تبهتم؟ فالله عز وجل يخاطبنا فيما هو في الغيب، يذكر لنا نظير ما هو في المشاهدة. وسأذكر لكم مثالا عجيبا واضحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، الصراط الذي الناس يسيرون عليه على قدر أعمالهم، عليه ماذا يا أخوان؟ عليه كلاليب. ماذا قال؟ كأنها شوك السعدان. هذا الشوك موجود في الجزيرة العربية، إذا تعلق في صوف الشاة ما يخرج، ما ينتزع، يمكن ينتزع الصوف، هي ما تنتزع، لها مدببة من جميع الأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون شوك السعدان؟ تعرفونه؟ يقول الصحابة، قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها الكلاليب إلا الله. طيب إذن لماذا، بما أنه لا يعرف قدرها إلا الله، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان؟ يقرب المعنى أن هذا الشوك الكلاليب ها تخدش الناس، فمخدوش وسالم ومخدوش ومكردس في النار. مش الكلاليب شيء يشرب يستمتع به، ولا شيء يؤكل، ولا شيء يتزوج، لا، الكلاليب حاجة تخدش الناس حسب أعمالهم. قال كشوك السعدان. هذا الحديث لما قال كشوك السعدان إلا أنه لا يعرف قدرها إلا الله، هذا يا أخوان نفهم منه أن كل ما في الغيبيات لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، سواء كان هذا الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو حتى فيما يتعلق في المخلوقين. يعني الملائكة لهم أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاث ورباع. كيف أجنحة الملائكة؟ لا نعلم. نفهم معنى أجنحة لكن لا نعلم كيف هي. لماذا لا نعلم كيف هي؟ لأنها في الغيب، هي في الغيب. ولذلك كثير من المعتزلة وغيرهم من المعاصرين أيضا ينكر عذاب القبر. حجته قال يا ما مقابر نبشت ما رأينا لا عذاب ولا نعيم، لا حفرة من حفر النيران ولا روضة من رياض الجنة. فنقول له ومن قال لك أن عذاب القبر ونعيم القبر هو من المحسوس المشهود؟ من قال لك؟ بل هو من أمور الغيبية التي لو حفرت 100 سنة لن تجد لا نعيما ولا عذابا، وإنما هو من أمور الغيبية. فلذلك المؤمن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه يؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يقول يقيم والذين يقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال يؤمنون بالغيب. ولذلك الفائدة من الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة فآمن به الإنسان لا فائدة من هذا الإيمان. فيوم من الأيام ستطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن كل من على الأرض. لكن إيش ما ينفع؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى ينفع الإيمان؟ بالغيب، ما دام الغيب غيبا. يعني الكافر يوم القيامة إذا رأى النار ورأوا النار وظنوا أنهم واقعوها قالوا ها خلاص والله الآن صدقنا وآمنا، ربنا رجعنا نعمل صالحا. هل ينفعهم؟ هل يرجعهم رب العالمين؟ كلا. فلا بد للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا.
أننا نؤمن بالغيب ولا نحيط به علما ومع ذلك نؤمن به. ورب العالمين لما أمرنا أن نؤمن بالغيب، أمرنا أمرا أن نؤمن بالغيب، أقام أدلة كثيرة حتى تساعدنا، حتى تجعلنا نؤمن بالغيب. يعني ما قال هكذا خلاص آمنوا من غير أن يقيم حجج ولا براهين ولا أدلة ولا أمثلة يضربها ولا ولا، لا كلا. فمثلا من مما كان ينكره العرب المشركون وما زال ينكره من ينكره، البعث يوم القيامة. هذا كثير في القرآن بأن المشركين ينكرونه. ماذا يقولون مثلا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون، أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كثير. طيب رب العالمين أخبرهم بأنهم سيبعثون، هل أقام لهم أدلة؟ هل ضرب لهم الأمثال ولا لا؟ نعم كثير. فقال لهم مثلا الأرض ميتة وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يقول لهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني ماذا أنتم تستصعبون أن الله يخلقكم خلقا جديدا؟ ما هو خلق السماوات والأرض، والذي خلق السماوات والأرض قادر أن يخلق الناس. ويقول لهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أنتم تقرون بأن الله خلقكم، فما الذي يعجزه أن يعيدكم خلقا جديدا؟ ويقول أنتم تنامون وتستيقظون، فيقول الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكما أن الإنسان ينام ويستيقظ كذلك ها يموت ويحييه الله عز وجل. وهكذا قال الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى متى؟ إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي يوم ينام ولا يقوم إلا يوم القيامة. انتبهتم؟ فرب العالمين وهكذا أمثلة كثيرة. لكن المقصود أن حتى ما هو من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، رب العالمين أقام علينا الحجة حتى نؤمن، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وضرب الأمثال وبين الحق بحيث لا يبقى الإنسان عذر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. إذن نحن نؤمن بالغيب، والغيب غيب غاب عن حواسنا ونؤمن به، فالله عز وجل مستو على عرشه. لا نقول كيف. طيب إذا قالك الجهمي كيف استوى؟ قال الجهمي والله أنا أريد أصير سني لكن أقنعني، أقنعني يا سني. جهمي ينفي صفات الله، يقول أقنعني الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قل له كيف ذات الله؟ سيقول ها لا أعلم. الجهمي يؤمن بأن لله ذات لكن بلا أسماء ولا صفات، فيقول أريد أن أقتنع. مثلا لو جهمي هداه الله ها يريد أن يقتنع، قال أريد أن أقتنع لكن بين لي الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له كيف ذات الله؟ سيقول لا أعلم. وقل له وأنا لا أعلم. لماذا؟ لأن في قاعدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، قال فيها القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي، فلله صفات لا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي. لا فرق بين صفات الله وبين ذات الله. لله ذات ليست كالذوات، لله صفات ليست كالصفات. لله ذات لا نحيط بها علما، لله صفات لا نحيط بها علما. لله ذات ما تدري كيف هي، وأنا أيضا أقول لله صفات لا أدري كيف هي، والحمد لله. ولذلك الإنسان يجهل أشياء كثيرة من مخلوقات لا يعرف كيف هي، لا يعرف كيف هي، ومع ذلك لو أراد أن لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا ولا يركب شيئا ولا يستعمل شيئا إلا يعرف كيف هو لهلك. كلما جاء طعام قال لا ما أكل حتى أعرف كيف صار هذا الطعام، ها لا أشرب حتى أعرف كيف هذا جاء الماء، لا ما أشتغل ما أركب سيارة حتى أعرف كيف تشتغل هذه السيارة، لا ما أستعمل الجوال حتى أعرف كيف، لا كيف
إذن حينئذ أنت ستتعذر حياتك. ولذلك رب العالمين يضرب لنا مثالا عجيبا يذكره أهل العلم، يقولون رب العالمين يقول يسألونك عن الروح، ها قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. يسألك أحد سؤال يقول الله عز وجل خلق آدم بيده كما تقولون، الله اللي قال لسنا نحن اللي قلنا، كما قال الله. قال طيب كما قال الله، بس أريد الآن أعرف منك كيف خلق الله عز وجل آدم بيده. قلت له فيك روح؟ قال نعم في روح. قلت كيف روحك؟ كيف روحك؟ إذا كنت عاجز أن تعرف كيف روحك التي بين جنبيك، جئت تسأل كيف خلق الله آدم بيده؟ روحك. حتى لو قال لك قائل روح راحت روحك، يقول لا أخي لا تغلط علي، الله لا تدعو علي، ها صح ولا لا؟ يعني فيك روح ولا ما فيك روح؟ عطني ما هي الروح هذه. جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نأتي هذا الرجل ونسأله ثلاث أسئلة، إن أجاب عن اثنين ووكل العلم إلى الله في السؤال الثالث فهو نبي. طبعا واحد لو كان عامل نفسه نبي لازم يجاوب على كل سؤال، لكن تصور نبي ويقول لا أعلم، ماذا سؤال ما يعلمه إلا الله، إن حاول أن يأتي بإجابة وأجاب إجابة معناه أنه ليس بنبي. فقالوا جئنا نسألك عن أول طعام أهل الجنة، هذا ما يعلمها إلا نبي بوحي من الله. فقال كبد الحوت. قال جئنا نسألك عن الشبه، كيف يكون الشبه؟ قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة فأيما غلب كان له الشبه. قالوا جئنا نسألك عن الروح، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. نسألك عن الروح، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الروح، لا يعلم كيفيتها، لست أنت فحسب، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن كيفية الروح. فنقول حينئذ لهذا الرجل الذي يسأل، يعني تقول الله خلق آدم بيديه؟ أولا لست أنا الذي أقول، ما الذي قال؟ الله عز وجل. قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تأملوا، إبليس مجادل، إبليس مجادل متكبر، أبى واستكبر صح، وكان من الكافرين. لكن لاحظ إبليس ما قال لله عز وجل ما خلقت آدم بيديك، قال ذلك؟ ما قال ذلك، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما الجهمية والمعتزلة ينكرون أن الله عز وجل خلق آدم بيديه، بل ينكرون يد الله تبارك وتعالى.